عمر اللي راح طبعا اللي راح مقتول. فا الراجل اللي هو يعني سقطت على قد ما هوش مثلا معاه شهاده عليا ولا من الخلصيه. فبيقول لها ايه بقى؟ ولا اول ما ببدا في الكلام ببعت يا امي لك السلام وجوابي ان وصلت مسا ان شاء الله بخير وكويسه، ولو وصلك صباح فهد السلام واكتم مراح واهديك كل محبتي، لا تقولي ناسي بغربتي لكن الصراحه وبكل راح رسمت صورتك على شاشه بيضة طوالي جنب مخدتك كده زي زمان، لقيت في احضانك حنان وغطر امان وما كنتش اعرف يما بكره ايه مخبي الزمان، وما تخزنيش يوم قلت لك املي اسافر وابقى زي الناس واعيش وما تعيطيش علشان ما احسش ان رايح وما راجعلكيش، ولا تساليش راح تعمل ايه، ابعت لك اللندر عليه لابن فلاح وابن بيه واقدر احافظ على الدنيا، وما اعرف كمان حد يعني فين جاي السنة أو قدها كده مرتين، لكن بحبك تعرف علشان إن في يوم تتأسفي عارف يا أم طريقي فين، وأبعت جواب كل جمعتين قلت إيه مش يما زين، وأنت كمان طلبك يا غالية تكتبي لي وتقولي لي كل حاجة عن البلد لا قدر الله لو حد مات أو سعيد فيها اتولد، بنت كان أو ولد وحشني يا ولاد البلد، المهم يما أول ما إني هناك وصلت بعرف يا أم اليوم ده إيه؟ إن كنا جمعة والله سبت، لكن بقول اطمني إني وصلت وأحلف لك إني ما رددت وجبت الجواب وعلى طول طوالي وكتبت، رغم الزحام وصلت يا أم بسلام الشنطة وخلقاتي تمام وبالإذن حنختصر الكلام لإني تعبان وبالدنام. واحب اقول لك كل حاجه هنا كتيره قوي متوفره، لا خلق زحمه ولا طوابير من النبط ورا ولا ناس بتمشي في العرب ولا شعبطه فوق اوتوبيس ولا كنسر يقول تذكره، دي بلاد يا امي متقدمه متنوره كل حاجه ماشيه فيها اوتوماتيك، احط بيشير في المكان انزل لي ديك. الله الله والتوبيس، التوبيس يا مايا عندينا بدورين من يوم ما جيت وتملي بركب في اللي تحت لان اللي فوق ما اعرفش يما هيروح لفين، والبنات تقوليش حلاوه تحليه طبعا انا ما كانش المرور كده عند الحلاوه، والبنات تقوليش حلاوه تحليه يروحوا فين خضر وهني، القضيه انهم متحننين يعني بصراحه مش بس فانا اختزل بقول وفي النهايه وفي الختام ارجوكي تهدي لي السلام للاهل للطير للحمام، كان نفسي احكي لك واقول لك من بعد المضيع الكلام، واهدي السلام لابوي اسماعيل وكل اهلي الفلاحين الطيبين، وراعي يما لاجل خاطر الجيرتين ولا تنسي ان علينا دين، وهنا ببوس وقبل على الايدين واقول ابنك ماشي زين.